مشاهدينا تحياتنا لكم بحلقة جديدة من صبايا، وأيضا عنوان جديد وأيضا قصص جديدة. اليوم بصراحة كنا عم نحكي أنا وريتا قبل ما نبلش إنه الشريك واهتمامات الشريك وقديش مهم وقديش لازم نتأنى باختيار الشريك، والعديد من النقاط اللي دايما بنقول يا ترى إذا اتبعناها رح نختار الشريك الصح ولا لا. بالمناسبة اليوم الأسود طغى بسبب هذا الموضوع، عشان إنه لازم نكون راكزين كتير ونحن نختار شريكنا بعقلانية بكل وعي. يسعد مساكي ريتا. ومساكي يا آية، ومساء جميع المشاهدين. أهلا فيكم مشاهدينا. طبعا اليوم حلقتنا كلش مميزة، وأيضا الضيف رح يكون ويانا مميز أكثر، لأنه مثل ما قالت آية إنه رح نحكي بموضوع جدا مهم، كيفية اختيار شريك حياتنا المناسب. هسا أنا بصراحة يعني آخر وحدة لازم تسألوها بهذا الموضوع، آخر وحدة، لأن أنا دا أسأل نفسي أنه شنو الأشياء الغلط اللي دا أسويها، أو شنو الأشياء الغلط اللي ممكن أنا أسويها في حياتي. يعني مثلا بآخر فترة لما تقدم لي أحد الأشخاص، يعني حبيت أن أوافق مباشرة، هيك على السريع. بس على السريع حبيت أن أوافق. الخوف، شوفي، من أنه الواحد يبقى وحيد، خايفة أن أنحط بخانة العانسات أو العنوسة، خايفة أن أنحط، يعني شوفي هو المستقبل يخوف. وخاصة بتأمني بمصطلح العنوسة؟ بتأمني بأنه في هذا المصطلح؟ أنا ما أؤمن، بالعكس أنا كلش يعني إنسانة مثل ما يقولون عصامية، يعني أحب أن أعتمد على نفسي، أحب أن أكون وحدي حرة نفسي. بس المجتمع يعني يجبر البنية بعمر محدد، يعني حتى خاصة لما نصير بعد 25 سنة أنت كبرتي وبعدك ما متزوجة عن نفسي، يعني شايفتهم شون. فبنات، يعني نصيحة من وحدة مرة بهاي التجربة، أنه لا تحاولون أن تفوتون بعلاقة أو تقبلون بشريك حياة ممكن أن يكون خاطئ، وممكن أن العلاقة ما تستمر يا آية، بسبب الخوف. الخوف من أن تبقوا وحيدات، والخوف من أنه المجتمع يحطكم بخانة العانسات. يعني إذن الخوف من أحد الأمور اللي ممكن تخلينا نختار شريك خاطئ بحياتنا. صحيح. عشان ما تضل وحيدات زي ما قالت ريتا، وعلشان ما نوقع بمطبات ممكن إنها تكون، يعني بس نطلع من باب المجتمعات المغلقة شوي اللي دائما بتسجننا كتير، وبتقولك إنه لازم تتزوجي، لازم تلاقي حدا هلأ. صح. وتأسسي أسرة وتصيري مع ببيتك مع زوجك مع أولادك. هي فات القطار عليكي، ما هو أحيانا بتقول يا ريت القطار لا أنا القطار مشاهدينا يعني فايت علي ذهابا وإيابا يمكن 60 مرة، مو بس فايتني. لا بس تعرفي أنه تكوني مثلا وحيدة أفضل ما أنك تكوني مع شريك خاطئ، يعني ممكن ينكد عليك، ممكن تكون حياتك يعني صعبة، مش أساسها صحيح، ما فيها أي نكد. أنا شوفي أنا أكثر شغلة أخاف منها من أنه الوحدة ترتبط، يعني جديات مو مزح، يعني تضحكين علي آية، أخاف أنه الزوج يعني يكون إنسان خلينا نقول ما أعرف بيفد مرض ممكن أن يقتلها. أخاف أنه يقتلني بالإعلان ونعمة. على فكرة أنت عندك مشكلة في هذا الموضوع، دائما بتفكري بالإكستريم، بتروحي للإشي الكتير كبير. أنا هواية أشوف داكيومنتريز ما جرائم قتل وهاي، فممكن أن أربطها بدنا نخفف شوي. بدنا نخفف، نحن اليوم باختيار الشريك فقط، ما رح نوصل لموضوع القتل وغيره. بس في نقطة كتير مهمة دائما تختلط على الصبايا كمان، من أحد الأمور اللي يعني الصبية بتفرح على الشخص اللي بغار عليها، على الشخص اللي بيهتم فيها، على الشخص اللي بيسأل عليها وينك، شو عم تعملي، شو أخبارك، كذا. لازم دائما تعرفوا إنه في نقطة كتير مهمة بيصير فيها اختلاط بين الاهتمام وبين التعنيف العاطفي. التعنيف العاطفي لما يصير فيه غيرة زيادة، إنك ما تتحركي، ما تروحي، ما تجي، استنيني، أنا هيني جايكي، ما تعملي ولا إشي لحالك، هون أنت مش موضوع غيرة أبداً، بالعكس هون أنت وصلتي هلأ لمرحلة التعنيف العاطفي، وأنت مو عارفة أنك بهاي المرحلة. هاي علاقة غلط طبعاً. ما في صبايا بنبسطوا ريتا، بتقولك بغار علي، بغار علي، بستناني برا. طب ليه مش بستناكي برا لما بتخلصي؟ وأهمنا آية، شوفي بعض البنات يعني صديقاتي زين، أشوف أنه شخص ممكن أن يكون بحياتهم ما يفرح بنجاحهم. يا الله، هذا على فكرة همنا تعنيف عاطفي طبعا. يعني خاصة الشريك المناسب هو اللي يدعم، هو اللي يكون ويا المرأة أو الشريكة، هو اللي يحاول أن يوصلها للقمة، هو اللي يحاول أن مو يحقق لها كل أمنياتها. بس إذا هي عندها هدف أو رسالة بحياتها، حاسة بنفسها بهذا الشيء، المفروض الشريك الصحيح أن
يحاول أن يساعدها شوية، يدعمها. أقل شيء أنه دعم معنوي، يعني بالكلام أنا وياك سوي فلاشي أوكي سوي أنا وياك، يعني يدفعها يعطيها بوش يعطيها فديتشي يعني ثقة بنفسها أكثر. يعني خليها تتقدم للأمام، تصير يعني مهتمة بنجاحها بأمورها. بس في كمان نقطة كمان ريتا لازم نحكي عنها، وكمان الصبايا حتى الشباب، حتى الشباب يعني نحن ما بنستثني اليوم حلقتنا من الشباب أو الرجال. كمان أنت ممكن توقع بالخطأ وباختيار الشريك الخطأ. في إشي دائما بندور على الكمال بالشريك، بندور على أنه يكون موجود بكامل حلته، بجماله، بأناقته، بكلامه، بأسلوبه. أحيانا أصدقائنا بيلعبوا دور كتير كبير كمان باختيار الشريك. يعني لما هلأ مثلا أجي أقول لك والله ريتا جاييني شاب مرتب وبده يخطبني وحاببني وكذا، وانت تشوفي تلاقي أنه والله مرتب، بلبس كذا، بيعمل كذا، شكله بهتم هيك. انت ما قدرتي تفيديني على فكره 100%، انت اعطيتيني المنظر الخارجي، فانا طبعا لسه ما بعرف الداخلي على ايش هو بالضبط. صح. هون كتير بنات للاسف بتاخذوا بالمنظر الخارجي وبتنسى داخليته كيف ممكن تكون، وبتوقع باول مطب. لا، هاي النقطه لازم تشوفوا يا صبايا يا بنات بكل مكان انتم تشاهدونا، يعني لازم تطون فرصه للشخص اللي انتم تقابلوه خاصه لاول مره، الفيرست امبريشن او الانطباع الاولي. دائما احنا نصدر احكامنا على الشخص المقابل من هيئته الخارجيه، من طريقه لبسه، من طريقه كلامه، من طريقه الاشخاص اللي هو دائما يعني يكون طالع وياهم كأصدقاء. همنا أيضا نحكم على الشخص المقابل من ناحية العائلية، يعني مثلا أنه هو من يا عائلة، هم نحكم عليه لا هو من بيت فلان ما أريد أحكي وياه. لا، أنطوا فرصة لهذا الشخص. الشيء المهم اللي قلتيه آية هو الاختيار الصحيح أو اللستة. هاي البنات اللي كتبون لستة دائما أنه أنا أريد فارس الأحلام، فارس أحلامي أريده يكون حلو، يلعب بودي بيلدينج، يعني يروح طويل شلولف عريض المنكبين بالضبط، يكون عنده بيت، عنده سيارة، شغل مناسب براتب معين، يسفرني، يوديني، يجيبني، يشتري لي. هاي اللستة أنا أقول لكم من اليوم هسه تروحون تشققوها وتذبوها، لأن هاي لستة سطحية جدا. يعني حلو ان شويه تستغنون عن النقاط اللي انتم يعني تحاولون ان تلقوها بشريك الحياه، شويه تنازلوا، يعني يمكن انتم راح تقضون حياتكم تبحثون عن الشريك المثالي وتفوتون فرصه ان تلتقون بالشريك المناسب. صحيح. ريتا طبعا خلينا هلا هيك نشوف هالبرومو اللي معانا وضيف حلقتنا لليوم لحتى نحكي اكثر عن النقاط المهمه لاختيار شريك الحياه، خلينا نحضره ونرجع لكم. عندنا في الدماغ الإنسان شيء اسمه ذاكرة المشاعر وذاكرة الصورة. ذاكرة المشاعر عم يتأثر فيها الأحاسيس والأشياء اللي عم يتأثر فيه من خلال ما يعرض من مشاهد أمامه. الناس مو عارفين خطورة التسارع اللي عم يجري في هذا العالم وخطورة الأجهزة اللي بين أيديهم. الزواج ثقة بس، سيبكم من كل سوالف، إذا ما في ثقة بينهم هذا لم يعد زواجاً، سميه ما شئت. أي حدا يتزوج لأي سبب هو مو مقتنع فيه، يعني تزوج بس لأنه أمه حكت له تزوج هذه ما إلها ناس، خطأ. تزوج لأنه يعني خلص في نهاية المطاف لازم تتزوج، إحنا يعني أولاد اثنين ولازم يأخذوا الخوات الثنتين لأسباب متعددة. أنا ما بدي أجيب واحد يكون مفصل تفصيل أمام الناس، لازم واحد يناكفك وتصبر عليه، لازم واحد يماحكك وتكون قادر على أنك تطور روحك عليه، لأنه هذا التعلم لا يكون إلا بهذه الطريقة. أين التفاعل في التواصل؟ وين قضية المشاعر والتبادل بينه وبين الشاشة اللي يكون أمامها؟ يعني اللي عايش عشان يتزوج بعدين يحط نقطة ويوقف حياته ويستنى ملك الموت، هذا ليس الهدف من الزواج. الزواج ليس هدفا. اليد التي لا تجد لها في الخير عملا وجدت لها في الشر أعمالا. ابنك أو ابنتك إذا لم يكن لديه هدف أو غاية أو شيء يشتغل من أجله ويشغل نفسه فيه، راح يشتغل فيك
في أسوأ الأشياء معه. مشاهدينا، مثل ما نوهنا في بداية الحلقة أنه ضيفنا اليوم رح يكون ضيف جدا جدا متميز، يعني إحنا كنا حابين أكثر من حلقة أنه يكون موجود ويانا. اليوم رح يكون ويانا الدكتور خليل زيود، مستشار أسري وتربوي. وأخيرا دكتور خليل نورتنا. أنا سعيد، الله يسعدكم يا رب، يرضى عليكم. أهلا وسهلا فيك. مرحب فيكم، يسعد مساكم. يعني اليوم دكتور نحن جننناك قبل ما ابدا ولا يهمكم، الموضوع لحاله يجنن اصلا. فما في، وكنا عم نحكي عن موضوع انه اختيار الشريك وكذا، ولكن فعلا في اسس يعني مهمه لاختيار الشريك ولا لا؟ ما في لا. اسس ما في اسس ولا خطوات ولا خطوات. طيب، لكن في قواعد عامه يعني تزبط مع الجميع، ولكن ينفرد الواحد فيها بالتفاصيل. ايش يعني هذا الكلام؟ خلينا نوقف انا وياكم بس مع العنوان شوي. نعم. اختيار اسس اختيار شريك الحياه، كثير مهم في هذا العنوان نعرف شغلتين، انه اختيار وانها حياه. شو يعني؟ يعني انه انا القضيه ما حدا يختار لي، انا اختار. تمام. لا امي تختار لي، ولا الخطابه تختار لي، ولا اللي تلف على مصليات الجامعات او في صلاه التراويح موجوده عشان تشوف البنت ايش تخصصها واي سنه ومن اي عيلة بتنقيه بالضبط. اذا هي قبلت على نفسها تكون بضاعه تنقي. اليوم انا مو حديثي مع البنت اللي قابله تكون بضاعه، ولا الشاب اللي بده يروح يشتري بنت. تماما هذا موضوع آخر، نجي يوم نتحدث عن بنت كبضاعة أو أكيد. الزواج كبضاعة. لكن إذا قلنا عن اختيار وشريك، شو يعني شريك؟ يعني كل شيء مناصفة، الهم والغم، الدمعة والبسمة، كل هذه مناصفة. فإحنا موافقين نتحدث عن حلقتنا اليوم اختيار شريك والحياة. إذن هي حياة وليست مؤسسة، هي حياة وليست شركة، هي حياة وليست بضاعة تستبدل ولا ترد. إذن حياة. إذن إذا قلنا اختيار شريك الحياة فنحن نؤسس لثلاثة مفاهيم كبيرة جدا. المفهوم الأول، لا كرامة بين الزوجين. شو يعني؟ يعني لما يصير في خلاف بينهم ما تشعط براسها وتحكي كرامتي. هذا الموضوع يتفق عليه من البداية أنه كرامتنا من بعض. فإذا أسأت لي أنت أسأت نفسك، وإذا أنا أسأت لك لازم أنا أعود على أصابع الندم. إحنا مو مشكلتنا بالخلافات تصير بين الزوجين أبدا، إحنا مشكلتنا الذي يبرر لنفسه أنه أنا لما أسأت لها أنا تستاهل. هنا كارثة. يعني أنت مع الإساءة؟ لا، ولكن ما في بيت لا تصير فيه مشاكل. إحنا ما نسولف عن بيوت قديسين أبدا، إحنا نسولف عن بيوت عادية زي أي حدا بهالحياة عايشين. فإحنا نجي نتحدث عن الموضوع مناصفة. أنت لما أسأت لها وأنت لما رفعتي صوتك عليه أو لما أزعجتي وجلستي مع نفسك، هل حسيتي أنه أنت كان عندك جزء من الخطأ، ولا أنت قلتي لا يستاهل عشان يتربى المرة الجاي؟ بمجرد أن نطلع هذه التبريرات لأي سلوك إحنا نعمله، عشان هيك نجي إحنا نحفر من البدايات. إذن المفهوم الأول مفهوم الكرامة، ما فيش اسمه كرامة بين الزوجين، كرامتهم من بعض. المفهوم الثاني ولازم كثير ندير بالنا عليه، لازم نعرف إنه الخطوبة ليست كتب كتاب، هي قراءة فاتحة أو المحكي فيه في المعروف. ما ينفع إنها يشوفها الأحد والثلاثاء يكونوا عند القاضي عشان يعقد عليهم. غلط. ليه؟ لأنه هو لسه ما يعرفها يومين ثلاثة، فلما يكتبوا كتابها وبعد أسبوعين ولا شهر يعرفوا أنهم ما يصلحوا لبعض، سجل عليها في المحكمة إيش؟ مطلقة. وبالتالي الآن خلاص إحنا أول إشي في عرف المجتمع انشطبت البنت، حيصير تقدم لها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة من الشباب. خلاص مطلقة، مع أنه هي مو خطأها. طب عادي، ممكن فوت بتجربة وما يزبط. ليش؟ إذا نسميها قراءة فاتحة أو المحكي فيه قبل ما تكتب كتاب. كتب الكتاب يكون لما تستوثق بنسبة كويسة، وما نقدر نحط رقم طبعا، أنه هذا الشريك من الممكن أن يكون منيح. إذا قلنا الكرامة بين الزوجين، والأمر الثاني قلنا الخطوبة هي قراءة فاتحة وليس كتب كتاب. المفهوم الثالث وهو مهم جدا لما نجي نختار إحنا شريك الحياة، كثير ضروري البنت تدير بالها من قضايا آراء الناس. شو يعني آراء الناس؟ يعني شو رأيكم فيه؟ غلط. ماما شفتيه؟ آه. شو رأيك فيه؟ شو دخلها؟ مين تتجوزه، أنت ولا أمك؟ صح. واحد. اثنين، هذا الموضوع يخليني أفوت على منطقة كثير صعبة اللي هي موضوع قسمه ونصيب. اللهم عافينا. هذا أكبر خطأ، هذا أكبر كارثة. خطأ عادي ترى تبنشر السيارة خطأ، بس لما نحكي عن زواج قسمه ونصيب هذه أصبحت مصيبة أو كارثة. الزواج لا قسمه ولا نصيب، الزواج اختيار نحن نصنعه. طيب بس مرات والله احنا ما نكون واعيين. اذا صارت مشكلتك في الوعي وليست مشكلة القضاء. ليش تعرفي ليش هذا المفهوم حساس؟ لانه لقدام نصير نبرر الكفوف اللي ناكلها والشراليط اللي ناكلها والبهادل اللي ناكلها انه هيك ربنا بده، والله لم يخلقنا عشان يذلنا.
الله خلقنا أحرار وإحنا ذلينا حالنا، فتلك مشكلتك وليست مشكلة القضاء والقدر. ثلاثة مفاهيم نؤسس لها قبل ما نبلش. طيب دكتور خليل، يعني إحنا حياتنا العامة اليومية ده نعيشها، وعندنا كمية من الرومانسية مدسوسة في حياتنا من خلال المسلسلات المدبلجة أو المسلسلات يعني عادة اللي نشاهدها بالتلفزيون. فهل أكو بالحياة الطبيعية يعني أكو هاي حالات الحب الرومانسية اللي إحنا نشوفها بالمسلسلات المدبلجة؟ نعم. أكو هيك حالات؟ أي فيه بس هذا الحب هاي المرحلة. أي نعم فيه، بس شو المشكلة؟ إنه إحنا نقرأ الموضوع ويكأنه دائما، يعني إذا هي شافته مرتب ومتكتك ومزبط حاله فهي تظن إنه هو لازم يضل طول عمره معها هيك، وإذا هو شافها مرسومة رسم البنت قدامه في الميكب والقعدة والجلسة والطبيعة وكل شيء لازم تضلي طول، ما يعرف إنه هي بعد يومين من الزواج حيشوف شعرها مفعفل بالسرير، ما في إشكال، حتشوف عيونه بالبجامة مفنجلين. هدول الأشياء طبيعي عند كل الناس، يعني لازم تكون عارف، هو يكون يعرف إنه هي إنسان طبيعي وعندها حياتها الخاصة، فهو لازم ينظر للجهتين. إحنا نتعامل مع المسلسلات الجهة واحدة وهي موجودة، بس حط بالك الجهة الثانية حتشوفها حلوة ومرتبة ومن أحسن ما يكون، وبنفس الوقت حتشوفها ميطيقة تطلع عليك. هذا مو معناها أنها تكرهك، هذه طبيعة الحياة، الإنسان ماء وطين يصفو ويتعكر، فإذا أنت تريده صاف دائما فأنت عندك مشكلة. طب المشكلة وين أكبر؟ لما الطرف الثاني يقدم نفسه على أنه اللي مستحيل يخطئ. شو يعني؟ يعني هو جالس معها أول جلسة فيصير يحكي لها أنا بدي هيك وبدي هيك وبدي هيك، هي شو تعمل؟ ما تناقشه، تحكي له طبعا حاضر أبدا ولا يهمك، أكلك موجود ولبستك مكوية وأنا راح أكون على الوقت معك أبدا، حتى شغلي ما راح يضر على واجباتي اتجاه البيت، حتى كذا ما أبدا، حمل ولادة من أول سنة إذا بدك أنا ما عندي مشكلة. شفتي؟ فهي تلغي حالها كأن. بالضبط. فشو تعمل؟ هي ترفع سقف التوقعات لسبب واحد، شو هو؟ أن يصبح الزواج لديها هدفا وليس مرحلة. الزواج مرحلة، إذا ما كان ما بعد الزواج أفضل مما قبل الزواج فلا قيمة للزواج كله، بطل زواج. إحنا ننظر للزواج على أنه هدف، هي هدفها تخطب عشان تحط على الفيسبوك إنجيجمنت نقطة، هي هدفها تخطب لأنه عشان تحش لايكات أو عشان ترفع ضغط صاحباتها الثانيات أنه زي ما أنتوا خطبتوا أنا خطبت أو أنا أول واحدة فيكم. شفتي؟ عشان هيك هذه مشكلة كبيرة جدا، أنه يصير الزواج هدف، تخطب عشان تخطب. اسمعي، أنت تخطبي وبعدين ربك يفرجها. لا غلط، يعني هذا المفهوم غلط. إذا كثير تسمعها طبعا هذا مش انت تسمعها، تشوفها على ارض الواقع. صح صح. طب انت ليش اخذتي؟ طب اذا انت عارفه ما انت قادره تعيشي معه، ما خلص هو هذا اللي صار. لا مو هذا اللي صار، ان كنت تدوري زواج من اجل الزواج هذه مصيبه. الزواج يحتاج لبساطة وهدوء وتؤدة عشان نقدر احنا نثب للقضية الثانية. عشان هيك دائما يطلع لنا مفهوم كثير مشكلة اللي هو موضوع الحب. شوفوا ابن الصبح ولازم تهبلنا على الفيسبوك صور وعلى انه انا. طب اصبري شوي، اصبري على حالك، ما في حب من اول نظره، هذه كذبه من اول نظره. صح. ما في حب من اول نظره، ما في اعجاب من اول نظره، ما في، لكن في قبول مبدئي. بس هذا القبول لا يبنى عليه شيء. طب شو نعمل؟ هذا يحتاج لجلسات ونقاشات وحوارات عشان يكون عندي القدرة أبني عليه لقدام. لذلك شوف الآية القرآنية إيش علقت، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. لما أجعل خلق، قال خلق لكم من أنفسكم، هذه شغل ربنا الخلق، لكن لما أجعل مودة والرحمة قال جعل، والجعل في اللغة انتقال من مرحلة إلى أخرى، فهو يحتاج جلسة جلستين ثلاث يختلفوا مع بعض يتناقشوا. لذلك معي؟ نعم طبعا. ماشي. لذلك لما نتحدث عن المودة والرحمة والحب يجي مع الأيام، يصنع مع الأيام، ما في إذا أنت ما حبتيه قبل الزواج ما حتحبيه بعد، لا مع الأيام. عشان هيك لازم نعطوا حالكم فرصة، جلسة جلستين 10-15 ساعة ساعتين بالجلسة وتناقشوا، ممكن بعد شوي نحكي عن أسئلة الخطوبة. خليني بس أنتقل، بما أنك ذكرت موضوع السوشيال ميديا وأهميته للصبايا قديش أنه بهم، قديش عم بلعب دور كمان هلأ عنا بأنه اختيار الشريك من خلال السوشيال ميديا، من أنه حدا عم بتعرف من السوشيال ميديا، عم نسمع أنه كيف تعرفت عليه؟ والله على السوشيال ميديا تعرفت عليه وأخذته، تزوجت، زبطت معي. فهون قدي ممكن هاي العلاقة تكون ناجحة؟ قدي ممكن أنه عن جد نلاقيها أساسها صحيح؟ ممتاز. هل الزواج من خلال السوشيال ميديا غلط؟ لا مو غلط. هل الزواج من خلال السوشيال ميديا صح؟ برضو لا. هنا ندخل في التفاصيل. نعم. هل يعتبر السوشيال ميديا بوابة للزواج؟ نعم، لكنها بوابة من باب بس تفتح الباب. شو يعني؟ لما تروحوا على أي دائرة حكومية يطلبوا منكم دائما شو ما كان نوعها، يطلبوا منكم معلومات عامة فوق. هذه المعلومات العامة اللي أنت تكتبها شو ما كان نوع المعاملة، الاسم، العمر، الصورة الشخصية، هاي الأشياء اللي لازم تكتبها، تاريخ الميلاد. هذه المعلومات لو وضعت على السوشيال ميديا وتعرفوا على بعض من خلالها عادي،
نعم. اللي هو التعارف من الدرجة الأولى، لسه ما عندهم لا فتوا ولا غمسوا. لكن أي خطوة ثانية لازم تكون على أرض الواقع، يشوفوا بعض. ليه؟ لأنه مهما كانت السوشيال ميديا فهي كاذبة وواهمة وغير حقيقية. لأنه الواحد مرات ورا الكيبورد التكست قاتل، يعني مرات كلمة طيب لحالة هذه أنا مستعد أحكيها بتعابير وجه تطلع مدح، وأحكيها بتعابير وجه تطلع تهديد. نعم. تخيلي وهي كلمة من ثلاثة حروف ما اختلفت. فتخيل لما أنت بدك تبني علاقة، لذلك لما تبعثي لواحد مرات كلام هو يفهم كثير غلط، تحكي لك شو قصدك. فلو بعثتي آخر الكلام صورة معينة ولا شيء معين تخففي من الحدة، بس ما توصل الفكرة 100%. لذلك دائما أنادي وأقول للشباب والبنات، إياكم تخطبوا بعض أو تتناقشوا في مواضيع حساسة عبر الواتساب أو المسجات. يعني لما يصير عتاب بين الخطيبين أو المخطوبين ما يتعاتبوا من خلال واتساب، أنت حكيت وأنا حكيت، هذا الكلام لحاله يوتر ويبني صورة غير حقيقية. صح، إذا ما تعرف مشاعره الحقيقية. بس إذا في عتاب وإذا هنا شرطية يكون على أرض الواقع، اللقاء وجها لوجه، تعابير الوجه، الابتسامة، الصفنة، مرات تقرأ أشياء كثيرة. صح. لغة العيون واحدة، هذا العلماء الآن كل علماء النفس عم يبنوا دراسات كلها، لغة العيون واحدة فيها شغل كثير. من قبل قالوا والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حبها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. العيون لغتها لحالها هذه تجلس عندها مطولا. فكيف رح نحكي عن علاقة وزواج؟ الحب من وسائل التواصل من الدرجة الأولى ممكن، ولكن بعد هيك لازم ينتقل لأرض الواقع. طيب، لكن ما نحرقه، يعني ما نقول كل اللي تزوجوا من وسائل التواصل فشلوا، غلط كبير ما بنقدر نجمع ده. طبعا لا، طبعا لا. أكيد. هسا السؤال أحب أن أسأل عن الماضي، إيش قد يتدخل بين اختيار الشريك بأي المناسب؟ بأي معنى؟ يعني مثلا ماضي البنية شون يحكم عليها، أو تجارب الشاب السابقة. ليش دائما الشاب والبنية يحاولون أن مثل ما نقول ينبشون بالماضي، أنه وين كان ويا منو كان، المن كان مصاحب، البنية ماضيها شنو؟ هذا فضول النفس البشرية وهو طبيعي. لكن الذكاء في فن معرفة الشخص الآخر وقديش أنا أعطيه من المعلومة. بمعنى إيش يعني قصدي بهذا الكلام؟ يعني مثلا إذا شاب من طبيعته شكاك نفسي، شك عادي، أي حد إنسان يشك، أصلا لا تصل أنت إلى الوجود إلا ما تشك، لكن في شك نفسي يكون مرضي. الشك المرضي ما ينفع أنك تبوح بكل أسرارك القديمة إليه، بشرط واحد، أنك تكون سكرت الباب بعده. نعم. يعني ما تكون مفتوح. بالضبط، ما تكون تحكي له ترك الباب موارب نشوف يزبط ولا ما يزبط. لا الله يرضى عليك. هيك لا، احنا وضعنا صار صعب. بالضبط، وهو نفس الاشي. يعني بده يعرف الشخص اللي قباله، بس اذا عرف الشخص اللي قباله متماسك، بس هو يحب يعرف من باب المعرفة، ما في اشكال لو قلت له، ولكن ليس كل شيء ولا كل التفاصيل. نعيد الشرط مرة ثانية، تكون اغلقت الباب بعده. ليه؟ لانه الانسان يمتلك ذاكرة صورية فظيعة جدا، فلما تصير اي مشكلة طوالي يستدعي تلك الصورة. يحكي لها طبعا ارفعي صوتك، ما انت لو اخذت فلان اللي حكيت لي عنه كان قدرتي ترفعي صوتك عليه. بالضبط، تصير هواية. بالضبط. فلا، فالحلو في الموضوع انك تحكي بشكل عام حسب الشخص اللي قبالك، وهذا لا يقال في اول جلسة. مش اول ما تقعد معه تحكي له اسمع والله انا ما خليت ولا بقيت، وين الواتساب؟ لا الله يرضى عليك، اذا انت خليكي عند دار اهلك عمرك ما تشم الزواج. ما ينفع بهذه الطريقة. بعد مجموعة جلسات لما تستوثق منه تحكي له والله بشكل كامل عندي مجموعة صحبات مثلا في الجامعة أو كذا، لكن هذه الصحبات كانت بسيطة جدا، وأنا بعديك أغلقت الباب كامل، وتكون صادقة، والصدق لا يقاس. يعني يعترف بالماضي الحقيقي بس مو تفاصيل، بس بدون تفاصيل. والشرط الثاني حسب الشخص. بس إذا شكاك الشخص الآخر إياها، ليش أنا قلت بعد كم من جلسة؟ عشان تكشف شخصيته، عشان تشوف هو من أي الشخصيات هو. بس هو ما بيحق له يعني كشريك إنه يعني بده يعرف الماضي ويعرف. أما كلمة يحق له فهو يحق له. ليه؟ لا يحق له، هذا بني آدم إنسان يريد يعرفها وين كانت قبله. أحكي لك إشي مرات شوي، مرات يكون طبيعة المجتمع خاصة وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد خصوصية لأحد. فممكن هو يعني سألها حكته أبدا أنا ما في، هو يكون عنده واصل سكرين شوت أو اثنين. فبالجلسة يحكي لها تطلعي كذابة وتصاحبي قبلي. لا، تحكي له بشكل عام. إذا كان في تحكي له هاي من الأشياء وإشي وراح، فهي صادقة ما كذبت عليه. وإذا أي حدا بده يخرب عليها أو من صحباتها أو من الشباب المتوقعين بدها إياهم وكذا، تعرف هذه الأفلام وكذا، فتكون هي واضحة، ولكن وضوح ليس في التفاصيل عشان ما تتعب نفسيته، والعكس صحيح، وهو نفس الإشي معها. دخلت بعلاقة فاشلة وانتهينا. بالضبط هذا يكون. وللعلم إذا كان الشخص المقابل صادق في العلاقة سيتجاوز هذا الكلام، لأن يريد يبني مستقبل بس معها. بالضبط، اللي دائما يتطلع وراء
وعشان بس يضل يتطلع وراء، هذا اصلا مو لا يصلح بالزواج، هذا لا يصلح بس اني يعني ان يكون مصور مثلا في الاي 1 لا يصلح ان يكون في اي مكان دائما بده يطلع على التاريخ ويضل يطلع على الماضي، لا لا ينفع هذا مو طايقها ويدور لها حجج من الماضي، فهذا اصلا ينكشف في اكثر من منطقه انه لا يصلح ان يكون زوجا. طيب خلينا ننتقل كمان لنقطه كثير مهمه، عم نحكي عن شكل البنت، المكياج. هلا لا تشوفنا حاطين رموش مضطرين عشان قضية أخرى هذه. أيوه أدي هذا ممكن يكون غش يعني في أول جلسة؟ نعم. طب يعني هو ما أقول بغش؟ أقول تصبرين علي شوي، تصبر علي، أصبري بس عشان أجاوبك. استفزت في أول طبعا في أول جلسة لازم لأنه هي يريدها زي ما هي، أنت زي ما أنت، بعدين هذا نحكي فيه موضوع المكياج وكذا، بس لأنه هو يعرف شخصيتها الحقيقية، يعرف وجهها الحقيقي، فالمكياج هي لأنها تحب مثلا ذلك ما في إشكال، بس في أول لقاء لا لازم. وأكبر دليل ودائما أضرب مثال في محاضراتي يا جماعة الخير، خطوا على اليوتيوب اتفرجوا على أي حدا قبل وبعد سبحان الله من غادة لعبد الرازق بقلة نوعية ببساطة عادي جدا. أنا مو ضد موضوع البنت أنها تحط مكياج، لكن الفكرة هون إن هو جاي، فهذا اسمه البنت إذا لطخت وجهها في البدايات علشان بس تغش أو علشان تورجي هذه الصورة، ما أنت ما راح تقدري، هي حياة. لذلك دائما أنا أقول للبنات أول خطوة أقول دائما الشاب والبنت أقول له ابدأ باللي تخاف منه، يعني اللي تتوقع يرفضك عشانه ابدأي فيه. وللعلم بما أن أنت ذكرتي موضوع الجمال فهو كثير مهم، وأنا أقول لو اجتمع في الشاب كل الصفات العظيمة والجميلة والرائعة وشكله مو حلو إلها ما تقبله. أوف ليش؟ حلو هالنقطة طبعاً. مين كيف إيش؟ تعرفي الشكل ده تقبله. الشكل والجمال هذا معيار أساسي في قبول الناس في حبهم. مين دينام معه؟ مين دينام مع بعض هم؟ فمعقول أنت بدك تؤدي واجب ولا أنت عم تستمتع بعلاقة شرعية؟ تستمتع، فالاستمتاع يكون في من تحب، فالشكل جدا مهم. وهي نفس الاشي إذا شافها وما عجبته بس بشرط بدون فضايح. يعني مش اليوم يروح طبعا. يقول إيه والله يا جماعة الخير شفنا واحدة اللهم عافينا ينفع؟ لا. للعلم برضو قضية أخرى أن جمال نسبي. شو يعني؟ يعني ممكن تشوف بنت تحكي والله هاي مين تتزوجها، أي قسما بالله العظيم، وتلاقيها متزوجة وعندها أولاد ومبسوطة وعايشة ومن أجمل ما يكون. وممكن تشوف واحدة ثانية تحكي هاي نيار اللي تزوجها، وتلاقيها معركسة والله العظيم إنه النفس الطبيعي ما هي قادرة تأخذه. ليش؟ لأنه أنت تحكم من وجهة نظرك، فدعك من إصدار الأحكام على الآخرين. أنت ما عجبتك نقطة، اللي ما يصلح صح. إليك يصلح لغيرك. والشاب نفس الإشي، مرات تشوفي شاب مثلا دميم الخلقة وكذا تقولي بالله عليكم هذا أي والله لو يشنشنوا ذهب ما أخذته، وتلاقيه يتزوج أو البنات ذابحات حالهم عليه ومبسوط. عشان هيك لازم نتجاوز إصدار الأحكام على الناس. ممكن تتزوج ومبسوطة وكذا، عشان هيك أنا دائما أقول دائما لا تحكي لأمك أو للخطابة أو لصاحبتك شو رأيك فيه. صح تماما. ممكن اللي جذاب بنظري مو جذاب بنظر آية. بالضبط. لذلك مرات صاحبتها تقولها اسمعي والله ما هو حلو، وتروح صاحبتها تتزوجه بعد فترة. بالضبط. وبالتالي دعنا من إصدار الأحكام على الآخرين، وإننا نختار بعيون الآخرين، لا نختار بعيوننا وفي قناعاتنا. شوفي إذا اختاروا لنا الآخرين شريك الحياة راح يقرروا عنا لما نطلقه، وراح يقرروا عنا الإنجاب، راح يقرروا عنا كل شيء في حياتنا، إحنا نقرر أشياءنا الشخصية. نقطة آخر السطر. زين لما يدخل المهر باختيار الشريك المناسب مثلا المهر، هل هي مثلا تسعيرة يحطوها على البنت أو هي مثلا ضمان لحقوقها؟ يعني شنو يكون يعني موقف المهر خلينا نقول، أو متطلبات الأهل لبنتهم حتى يزوجوها، شلون هاي راح يكون موقفها من اختيار الشريك المناسب؟ هل راح تكون مثلا عثرة يعني في اختيار الشريك المناسب؟ ممكن وممكن ما تكون عثرة حسب الموقف وحسب متى. أنت بالنسبة لك هل هي ضمان حقوق للبنت ولا هي يعني تعتبرها كسلعة؟ أولا أقول لك شيء بمنتهى البساطة، لو سجلوا على الرجل 5 مليار دينار أردني ولا دولار ما في إيش اسمه ضمان. في اللحظة اللي ينكسر قلبها في العلاقة يصبح هذا المال بس وسيلة بلغة في الحياة. سيبك من موضوع ضمان حقوق، ماشي، هو شيء مهم وضروري ولازم يكون موجود المهر، يعني احنا عشان نحكي بإنصاف. لكن قضية انه هي يلا يكون يجي الأب ويحط عليه 10,000 مؤجل، قال يقول لك عشان ايش اذا اطلقت تعيش فيهم. عفوا انك تعيش فيهم انت ايها الأب، مش هو مش هي. لانه هي في نهاية المطاف كان هدفها من كل هذا الزواج البيت، ما كان هدفها الفلوس. صح. تماما. هذا طبعا في الأغلب سيطلع لي حد يقول لي استثناءات، لا ما مش موضوعنا. الأمر الثاني، السؤال متى تم الحديث في المهر؟ ولما نحكي في المهر بأول جلسة، وبالتالي احنا اما بدنا ننفره
أو بدنا نجيبه، لا خلينا بعد جلستين ثلاث لما يصير في قبول مبدئي نجي نتناقش في هذا الموضوع إنه القضية كذا إنه كذا ممكن، ونحس إنه إحنا لما تحكي في المهر ما عم تحكي وإنت يعني أجي أبيع، لا والله إحنا بنتنا شوفوا والله قبل يومين أجانا واحد حط 10,000 وما قبلنا، حط 10,000 بدك تبيع خروف؟ هذه اللغة لا تليق. لكن ممكن تحكي إنه تعرفوا إيمان موضوع حقوق هم إلهم في نهاية المطاف من فلوس لافات لافات ورجعت لبيتهم اثنين. صح. طبعا كثرة التفاصيل في المهر مشكلة. بدي أثاث كذا وتسكن في المكان اللي في على السكن بما أننا نحكي. أنا أقول دائما لكل الشباب والبنات قاتل واجتهد إنك تسكن بعيد عن أهلك وأهلها بعيد. أي نعم. لا ليش؟ هذه عش أو حياة ستبدأ من جديد. فأنت راح تبدأها إذا سكنوا كثير قريب من أهله أو أهلها حيكونوا الأهل يتعلق وصل العريس الجديد معوفينه حاله ما في إشي على الطريق مثلا يعني ما بدكم تخلفوا ليش المبارح ما نزلتوا عنا، فحتصير هذه الأسئلة المتعبة جزء من خصوصيتهم. صح. وهم في أول شهور وسنوات حياتهم بدهم يكونوا حالهم. صح. خاصة أنا دائما أضرب مثال موضوع المشاكل. طبيعي جدا أي اثنين متزوجين جديد لا تصير بينهم شوية مشاحنات، مثل السفينة أول ما تصدر من الشاطئ تحس تكون تميل، لما تصير في عرض البحر تثبت. فلما تكون تميل مو محتاج الحد يدزها، محتاج حدا يتركها حتى القبطان يقدر يخليها بالضبط. وهدول نفس الشيء لو كانت ساكنة في الطابق الثاني ولا جارتهم كثير وسمعوا صوتها 12 بليل تصرخ عليه أو طلع صوته عليها أو العكس، بس تنزل هي اليوم الثاني هي الصبح تصالحوا مع بعض وأفطروا مع بعض والموضوع انتهى. لما نزلت عند دار حماها تحت فأول كلمة سألوها مبارح طلع صوتك عليه شو فيه؟ ببساطة مش شغلكم، ما إلكم علاقة فيهم، هذا بيت هم عم يبنوا مع بعض، فبدو يصير في مشاكل. الصح في الموضوع إذا كانوا ساكنين قريب منهم دار الحماية والحماية يحطوا قطن وعجين في أذنيهم ما يتدخلوا. ما يتدخل. الأمر الثاني هو المهم هدول الشاطرين يكونوا مشبكين مع بعض إنه إحنا أسرار البيت ما تطلع. لو حدا منا شد شعر الثاني في البدايات لازم ما حدا يتدخل، إحنا بلشنا مع بعض يا يعني نكمل مع بعض يا يعني نفترق مع بعض. نعم. تماما، بس نهائيا ما حدا يتدخل. مو هي ناس ده 24 ساعة واتساب، ماما عمل هيك، ماما طلع هيك، ماما سوى هيك، ماما شو صار، وهو عند ابوه عند امه. غلط، لانه كل واحد منهم سيقدم لك نصائح من وجهة نظره من معرفته فيك. صح. بس قد يكون الطرف الاخر مظلوم فانت الان عم تهده. لا، الصح في دور الاهل من الجهتين انهم يتركوهم يحلوا مشاكلهم. ممكن يعطوا نصائح عامة جدا، دير بالك، اسمعوا بعض، ناقشوا بعض، اصبروا على بعض، هذا الكلام، لكن صح. اكثر من هيك مش شغلكم. نعم. نقطة. دكتور يعني الحديث طبعا لا يمل ويعني سعيدين جدا بوجودك. وقبل شكرا. ما أختم معك أنت كدكتور أكيد بتمرق بمشاكل أكيد. يعني أنا فهمت أنك متزوج من 6 سنوات. كل اللي بيتابعوك وكل اللي بيحضروك أكيد عندهم تساؤل عن حياتك أنت كشخص عادي. صحيح. كإنسان خاصة اللي يشوف برامجك واليوتيوب ويقول يا ما شاء الله نيالها اللي تأخذها رأسها مرتاحة. لا أحكي معاها. هو في الحقيقة أنا نيالي إنها صابر علي. يعني أنا أمسي على الدكتورة رولا الآن زوجتي الله يحفظها، وجه لها تحية كتير كبيرة. أي والله الله يرضى عليها. فأنا أقول يعني أنا أقول كيف صبرت على خلي عن جد. الحمد لله أنه هي لساتها متمسكة فيه. أنا في الحقيقة يعني شخص شوية صعب الميراث، لكن هي بذكائها الذي يتفوق علي وبلطفها وأدبها قادرة أنها تحتوين، وأخطائي أكثر من أخطائها دائما، لكن هي بذكائها دائما تحاول تتفهم شخصيتي وتتساير معها. وبالتالي موضوع انه كيف البيت ماشي صح، لانه احنا اثنين نحاول نتحمل بعض، لكن هي لها الدور الاكبر. ليه؟ لانها شويه عم تصبر علي، لانه انا شخصيتي اصعب، هي متوازنه نفسيا اكثر مني ومنضبطه اكثر مني وهي تفوقني ذكاء. طيب دائما انا احكي لها تعلمنا. طبعا والله يعني يا رب. لا ابدا، سلامتكم. الله يحفظكم يا رب. الله يرضى عليك. اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. ونورتنا لليوم، وان شاء الله رح نرجع نشوفك بحلقات ثانيه بصرايا ان شاء الله، وايضا مواضيع اخرى بتخص الازواج وغيرهم. الله يسعدكم. مشاهدينا مكملين معاكم بباقي فقرات صبايا، وموضوعنا الثاني كمان ريتا اللي رح نحكي فيه اليوم تنمر. التنمر. انتظرونا بعد الفاصل رح نرجع. لعبة منمارسها جميعا وبشكل يومي، مننتظر نتائجها لنعرف مين الغالب ومين المغلوب.
ظاهرة كان بمارسها الأطفال بالمدارس، واليوم صرنا نمارسها بدون وعي أو إدراك. عقود قضت وعلماء الاجتماع عم بدرسوا ظاهرة التنمر لحتى يحللوها ويعرفوا دوافعها. وكان الاسم الأول اللي أطلق على هذه الظاهرة هو السلوك المهيمن. جاءت هالتسمية بسبب محاولة أصحاب السلوك المهيمن فرض قوتهم على الآخرين، وهالشي خلاهم يؤمنوا بأنهم المسيطرين والأكثر قوة. وأجمع الخبراء الاجتماع على أنه هالظاهرة بتبين عدم الاتزان في القوة للشخص المتنمر، وبيحاول جاهد حتى يسيطر على اللي حواليه لحاجته الملحة برؤية الشخص المقابل عم يخسر أمامه لحتى يحس بانتصاره. وبعد ما أنه حلل الخبراء ظاهرة التنمر، أصبح من السهل جداً التسلح ضد المتنمرين، وبينصح الخبراء كل شخص بيشوف حاله ضحية التنمر والمضايقة أنه يتسلح بشخصية قوية ما بتهزها الكلمات الجارحة المليئة بالحقد والكراهية لحتى ترتد على المتلقي مباشرة. التنمر ما هو إلا لعبة، ورح يضمن لك الفوز فيها هو عدم الغضب، ورح ينصدم ويخسر المتنمر، والخاسر ما بيحب أنه يكرر لعبة خسر فيها، وبذلك رح تضمن ابتعاده عنك. تذكر دائماً ما تخلي الإساءة إليك تكون سبب برسم البسمة على وجوه الآخرين. مشاهدينا، طبعا شفنا تقرير التنمر، وان شاء الله تكونوا اخذتوا فكره عن هذا الموضوع. هوايه ناس ما يعرفون شنو موضوع التنمر او البولينج. التنمر هو لما يكون شخص هو اصلا ضعيف الشخصيه، لا تتخيلون انه المتنمر يكون قوي. المتنمر دائما يكون ضعيف بس يحب ان يستقوي على الاضعف، او يبين نفسه انه هو قوي، او يبين انه هو عنده فت سلطه. خاصه هالامور احنا نشوفها يا ايه بالمدارس. صح. يعني لما كنا صغار كلنا تعرضنا للتنمر، او احنا كنا بجروب المتنمرين ممكن، يعني حسب اني كنت. انت كنتي من المتنمرين بالمراهقه؟ اي بالمراهقه. بس من كنت وحتى من صغيره. لا يعني كل سنين حياتي كل لهلا من ضمن متنمرة. أوكي صحيح، بس يعني مثل ما قلت لك أنه يعني مو هذا الإنسان أنه قوي، بالعكس تكون شخصيته جدا ضعيفة وما يعرف يتصرف. هسه إحنا يا آية اليوم هذا موضوعنا جدا مهم، يعني يا ريت أنه نتوسع أكثر به بالحلقات القادمة، حتى همينا نعطي للأهل نصائح، أو نجيب يعني أحد الخبراء أنه يعطي للأهل نصائح أنه شون يعلمون أولادهم بالمدارس أن يعني يتعاملون مع المتنمرين، أو شون يحدون من عملية التنمر اللي هم يعني يقومون بها. هسه احنا بدنا نشوف التنمر على السوشيال ميديا يوميا في كل مكان. صراحة على موضوع التنمر على السوشيال ميديا، هلأ نحن حتى كشخصيات مثلا نشتغل بالميديا كتير منتعرض على فكرة للتنمر من العديد من الشخصيات من وراء الشاشة. يعني مثلا نزلنا صورة ما حبوها، بيكون هجومهم حتى لو ما حبوها. بالعكس خليني أقولك على فد نقطة. هواية مرات أنا أنزل فوتو شوتس، أسوي أنزل صورة كل الشباب أمورة حلوة منورة تجنني، هاي المنورة ماكو غيرها، منورة منورة، أعرف لمبة لمبة عافية. تجي البنية طلعت لعبين النفس، طلعت خرعين، طالعه ما اعرف شنو، كومنتات تخليك انه تكرهين نفسك. يعني اوصل الى درجه انه اريد امسح الصوره. بس هاي كانت في البدايات، هسه تعلمت وعرفت انه هاي البنيه اللي دا تعلق علي بشكل مسيء، اولا شوفي ايه، هاي البنيه دا تشوف انعكاس لشغله تتمنى انه هي تسويها وما صارت، وانا ما اني اللي سويتها. فهم هذول المتنمرين دائما، سواء كانوا بالحياة العامة، سواء كانوا بالعمل، سواء كانوا بالمدارس، سواء كانوا على السوشيال ميديا، اعرفوا دائما انه انتوا عندكم فتشي يتمنون هم ان يسووا، يتمنون يشوفون نفسهم مكانكم. شوفوا ما حد يغار منكم وما حد يتنمر عليكم الا كان يريد يصير انتوا نفسكم. فهم هذول المتنمرين يا آية، وصلت اني الى قناعة انه هذول الاشخاص يتمنون ويمكن يعني ما اعرف شنو اللي مانعهم، يتمنون ان يصيرون انت. لذلك ان يشوف من يشوفون هذا الانعكاس يعني يتخبلون، يقولش انا كان المفروض اكون مكانها. انا المفروض كان اسوي 1 2 3، المفروض انه انا بدل ايه اقدم برنامج صبايا. يعني فرصه انت المايك عليك. يعني
هو كان المايك وقعنا عندي. التنمر هلا انت حكيتي نقطه كتير مهمه وعن جد هلا لما عم بفكر فيها انه انه حابين تكونوا مكاني انا ما عندي مشكله اللي حابب يكون مكاني يجرب، ولكن نرجع بنقول انه التنمر السوشيال ميديا فتح له مجال كتير كبير، حتى بنلاقي فنانين عم بيعانوا من التنمر ايضا يعني. انت كمان من الاشخاص يمكن كمان الفولورز لما بيكونوا زي ما قلتي لما بتنزلي صوره ممكن انه انا هذاك اليوم شوفي انا قلت لك بالبدايات كنت يعني احس انه يعني خلص انه اريد امسح الصوره اريد، هسه هذاك اليوم رحت طلعت لايف على الانستغرام واشتغلوا مرحبا منوره منوره وجاني تعليق واحد بالضبط اجى تعليق واحد كلش ازعجني فهو هذا التنمر طلع للاسف. طبعا انا ريتا بدي يعني احكي لكل مشاهدينا التنمر منتشر بحياتنا بطريقه جدا قويه، وبالحلقات الجايه من صبايا اكيد راح نوسع هذا الموضوع اكثر ونحكي فيه اكثر. راح نروح لبريك وبعدين نرجع لزميلتنا ايناس ونشوف شو محضرت لنا اليوم ايناس بصبايا. خليكم معنا بريك قصير وبنرجع. سيد أبي وسادتي، بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي. يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل. إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعدادا للهبوط. وشكرا. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا. سافر معنا من الشارقة إلى عمان ومن عمان إلى الشارقة. الأردنية للسياحة والسفر، رحلات سياحية إلى أجمل مناطق العالم. الكويت، المدينة المنورة، جدة، بغداد، أنطاليا، إسطنبول، طرابزون، شرم الشيخ، القاهرة، كييف. كيس إلى جميع أنحاء العالم، ولهوات المغامرة والتحدي، رحلات سفاري إلى دبي وأبو ظبي. للاستفسار الوكيل الحصري في الإمارة. مشاهدينا وصلنا الآن إلى فقرة زميلتنا إيناس فتحي وياها ضيفة مميزة، خلينا نشوف عن شنو راح يتحدثون اليوم. مرحبا إيناس ومرحبا دكتورة. أهلا بيكم، عاملين إيه النهاردة؟ مساء الفل. كله تمام؟ كله تمام. برحب فيكي دكتورة سامية جبري أخصائية نفسية. برحب بجمهور الجميل، أنا إيناس حكون معاكم النهاردة بفقرتي. حابة أول حاجة نتكلم عن أول ضحية للتنمر، هو عبد الرحمن الشهراني. عبد الرحمن الشهراني هو أحد ضحايا التنمر، هو شاب سعودي عنده 20 سنة. فجأة وهو قاعد حد صوره من غير ما يستأذنه، من غير ما يسأله ممكن أصورك، ونزلت بعدها بوستات كتيرة بتعليقات ساخرة على شكل عبد الرحمن. طبعا اللي حصل أنه تأذى نفسيا وتحول الأذى ده لاكتئاب، والاكتئاب أدى لمحاولة انتحاله لأن حد ما عارفه أنه هو أنقذه في اللحظة الأخيرة. مفكرناش أبدا قبل ما نعمل مشاركة أو شير أنه الإنسان الصور الموجود في الصورة دي إنسان عايش معانا وسطينا ممكن يتأذى مشاعره. ما فكرناش أن إحنا لو مكانه هنقبل الموضوع ده على نفسنا ولا لا. قد ايه التنمر ممكن يؤذي الانسان نفسيا وجسديا كمان، في ظل ان هم قاعدين بيتنمروا عليه كان بيعاني من مرض السرطان اللي ادى لتاثير على شفايفه ووشه وكمان سنانه.
فارحموا الناس. والتنمر بجد هو أذى مش بس نفسي زي ما احنا قلنا، أذى كبير جدا. وعشان كده أنا حابة تكون معايا النهاردة الدكتورة سامية عشان نتكلم شوية عن التنمر وتأثيره على المتنمر عليه. أكيد. هلأ التنمر هو طبعا إشي هلأ كتير منتشر، ولأنه دائما صايرين يعني أغلبنا نقول بالمدارس أكتر كمان لسه من الكبار دائما يتخوتوا على بعض بطريقة فيها زي استهزاء زيادة عن اللزوم للشخص اللي متنمر عليه. فصف الموضوع تقريبا 60% من الطلاب عم بصير عندهم تنمر في المدارس. صحيح. فهو يعني في مرات بيكون جسدي ومرات بيكون لفظي، بس كله بالآخر بيحصل أذى نفسي كتير عالي. صحيح. فهذا التنمر بيأثر بالآخر على الشخص نفسيا، بما بأنه بالأول بصير بيكره حاله، بصير في عنده عدم ثقة بنفسه، بصير كمان بده ينعزل اجتماعيا عن الناس اللي حواليه، ما بده يقرب للبيئة اللي هي فيها اللي هو فيها حتى لو كان البيت، بصير بحس حاله انه هو شخص غريب مش يعني مرغوب فيه، بتقل ثقته في نفسه بالضبط، وبيبعد عن الكل. فكمان نفس الشيء بالمدرسة، ممكن يكون منعزل، بصير بده يكون يقعد آخر واحد، أو ممكن كمان ما يروح على المدرسة. صحيح. فأديه بيأثر التنمر على الطلاب، وطبعا نفس الشيء على الناس الكبار. بس معقول يعني بيوصل لمرحلة أنه يقدم على الانتحار؟ أكيد، لأنه لما يكون بطريقة زيادة ويعني ما في حدا مثلا بيقولوا عم بتركه بهذا الموضوع، انه مش بس حدا واحد اللي عم بيعمله التنمر، انه بيكون في مجموعه بالضبط، فئه كبيره او مجموعه كبيره او اكثر من حدا، كان في البيت او ممكن كمان في البيت، يعني مش ضروري يكون بس برا البيت. ممكن في البيت او العائله، وممكن كمان برا البيت، المجتمع او المدرسه او الجامعه او الشغل. فهو موجود في كل مكان صفه. صحيح. بس هو بالنسبه اكبر في المدارس، زي ما انت قلتي. طيب علاجه ايه خصوصا مع المتنمر عليه؟ هو يتعامل ازاي في الحالة دي لما يواجه مجموعة من الناس او من الاطفال بيتنمروا ومش عارف هو يعني ايه الحل المثالي في حالة زي دي؟ تمام. هلأ قبل ما نقول كيف بدنا نعالج هذا الموضوع، لازم يكون في توعية للولد ويكون عارف انه هذا الاشي اسمه تنمر. يعني هذا المصطلح انا لازم اعرف شو هو، واعرف انه انا الي حق ما حدا يعمل هيك فيه. صحيح. فهذا اول اشي لازم الكل يعني يكون على دراية فيه وعلى علم فيه. بعدين نبلش نشتغل على الولد نفسه أو على الطفل اللي بيصير فيه تنمر، بدنا نعلي من ثقته في حاله، بدنا نأكد له أنه اللي عم بيعمل هيك فيك فيه عنده هو مشكلة، مش المشكلة عنده، أنه النقص والمشكلة من الشخص نفسه المتنمر بالضبط، مش المشكلة فيك أنت. فدائما أنه الشخص يعني اللي بيعمل التنمر بيكون في عنده أكتر من شغلين نقاط ضعف فيه، هو بس بده يبين أنه هو قوي، بحاول يعوضها أنه هو يأذي حد بالزبط. تاني. أه. طيب في بعض الأهالي ما بيعترفوش كتير أنه الولد عنده مشكلة وأنه هو بيتدلع، وخد حقك بإيدك، وأنت عارفة إزاي الأب والأم. طبيعي. طيب لازم يكون يعني من وجهة نظرك لازم يكون في دورة توعوية للأهالي عشان يعرفوا يتصرفوا في الحالة دي؟ أكيد. هلأ دائما في أهالي بيكون كمان عارفين إنه هذا التنمر، في أهالي ما بيكونوا عارفين، ما عندهمش الوعي والإدراك بالضبط. وفي أهل بيقولوا مثل ما أنت حكيتي إنه خلص روح أنت، اللي بيضربك مثلا روح أضربه، اللي بيحكي لك حكي مش حلو روح نفس الإشي أحكي معه، بس مش هذا اللي بدنا إياه. صح. يعني بالآخر إحنا مش هو عمل معي هيك أنا بدي أعمل نفس الإشي، لا، لازم أخذ حقي كولد، يعني نفهم الأولاد باخذ حقي بس باحترام، مش بنفس الطريقة اللي هو عمل معي فيها. طيب انت شايفة على أرض الواقع طبعا الموضوع ده ما بيحصلش. أكيد احنا عم نحكي اللي لازم يحصل، اللي لازم يحصل. فعشان كده احنا عايزين نشوف حل للموضوع ده، اللي يكون في مبادرات بالنسبة للمدارس، بالنسبة للأهالي كمان يكون عندهم دورات تدريبية في التعامل مع التنمر، وإزاي الطفل يقدر يكون عنده ردة فعل ضد التنمر دون. طبعا أكيد هو لازم، يعني حتى أغلب الأولاد ما بيكونوا عارفين مثل ما قلت لك إنه هو تنمر. صحيح. فبيجي بيحكي طب هن ليه هيك عم بيحكوا لي أنا مو عارف، بيشك في نفسه بالضبط، وبتقل ثقته في نفسه. طبعاً. بتحصل بعد كده مشكلة كبيرة. أكيد. فحتى ممكن مثل ما قلتي انت توصل كمان للانتحار، بصير ما بده يروح مدرسه، ما بده يدرس، ما بده يشتغل، خلص بصير بشوف حاله انسان مش مهم وهو فيه عله. طبعا هاي العله بيكون اللي حواليه اللي بيكونوا عم بيحكوا لهم اياها. طيب بالنسبه للشخص اللي بيتنمر الحل معاه ايه؟ يعني ازاي الواحد يتصرف معه هو عنده مشكله؟ فاحنا لازم نوصل لحل المشكله دي عشان يخف عن الناس. هلا اللي عنده المشكله لازم الأهل والمرشد أو المدرسة، يعني بده يكون في بينهم زي حلقة وصل الثلاثة مع بعض. المرشد والمدرسة والأسرة،
نعرف ليش هو هيك عم بيعمل. لازم يشاركوا الأسرة أكيد طبعا لأنه بدنا نشوف هل السبب بالمدرسة، هو شاف حدا هيك عم بيعمل فهو راح بده يقلد، أو المشكلة فيه هو أو المشكلة في البيت. فإحنا نعرف وين المشكلة، يعني دائما المشكلة في حلوها من جذورها. دائما المشكلة فيه هي ثلاث نقول نواحي رئيسية بكون راجع لإلها، يا أما المدرسة يا أما البيت يا أما المجتمع. فإحنا نشوف وين المشكلة، بعد ما نعرف وين المشكلة بدي يكونوا يجتمعوا الثلاثة الأسرة والمدرسة والمرشدة يشوفوا شو السبب اللي خلى هاي المشكلة توصل لهاي المرحلة، وبعدين نشتغل مع الطفل أو الولد اللي بيكون عم بيعمل هذا الإشي، وبالأخير طبعا رح يبطل يعمله لأنه هو بحل المشكلة اللي عنده اللي هي أصلا عم بتخليه يوصل لهاي المرحلة. صحيح. وطبعا كمان يعني بدنا نحكي شوي انه الميديا كتير كمان اثرت، الالعاب الالكترونيه كتير اثرت، في اهل بقول لا لا انها عادي وانها هاي الالعاب بالاخر مش كتير يعني تاثيرها رح يكون هالقد زياده، انه بتخلي الطفل عدواني. طبعا صحيح، لانه الطفل بيقلد. طيب ده بالنسبه للاطفال، بالنسبه لحد بالغ زي عبد الرحمن عنده 20 سنه وتعرض لتنمر وكان عايز ينتحر واذى نفسه كبير جدا، في الحاله دي الواحد يعني هو يعمل ايه؟ هو نفسه أصدق هو عبد نفسه الرحمن. الشخص عبد الرحمن، هلا عبد الرحمن هو بيكون شايف الكل حكيهم صح وهو فيه يعني انه في غلط، انه في مشكله، فيه مشكله. فهو بعد اللي صار هلا واللي حكى في الموضوع والانتشار اللي صار على الموضوع انه بلشوا الناس يحكوا انه مو الحق عليه، الحق على الكل، فهون لازم هو يبلش يفكر شوي بوعي احنا شو بصير فيه. عندنا ساعات لما الواحد بيكون جوه المشكله صعب ان هو يفكر بطريقه عقلانيه او بوعي اكتر، فلازم نخليه او هو يبلش يفكر في وعي، بيكون يعني عم بيفكر بطريقه صحيحه مش بطريقه المشاعر، مش بطريقه انا بس رد فعل ومش عارف كيف اتعامل، فانا بهدى، بعد ما اهدى بدي ابلش افكر طب هن ليش هيك عملوا، طب ليش هيك سووا، اذا هون لما افكر صح راح اكتشف بالاخر المشكله فيهم مش فيي انا. صحيح، عرفتي كيف؟ فدائما باي مشكله مش بس بهاي المشكله لازم افكر صح، هل هي عندي انا ولا هن عندهم وهن عم بيعملوا هيك لانه المشكله راجعه منهم هن مش مني. بس هو دائما بيبص لهم من ناحيه ان هم الاغلبيه، يبقى هم اللي صح وانا اللي بجد عندي مشكله. فبشكرك دكتورة سامية. شكرا لكم. وإن شاء الله يكون في وعي أكتر بالنسبة لموضوع التنمر والمدارس والجامعات وحتى في أماكن الشغل يشتغلوا عليها ويكون في دورات تدريبية. وبشكرك وإن شاء الله نتقابل تاني في مواضيع الصبايا كل ما يخص الصبايا إن شاء الله. مشاهدينا خلينا نطلع شوي موضوع التنمر ونرجع بقى للفن والفنانين. إليسا حسمت الجدل حول خلافاتها مع أكثر من نجمة وعملت تغريدة خلال صفحتها على حسابها الشخصي بتويتر بتقول فيه كتير عم بيصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بقصة نجمة أحد القنوات الفضائية وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل. وكمان أضافت إليسا بتقول بطلب من كل اللي بيحبوني أنه ما يتدخلوش بسجلات لأنه ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفائز. يعني أعتقد أن إليسا كمان ضد التنمر للفائز في إحدى القنوات الفضائية. نيجي بقى لموضة الشعر 2019، كلنا بنحب شعرنا يكون بأحسن طلة وألوان حلوة وقصة جميلة، وعشان كده عايزين نتكلم النهاردة عن الموضة والستايلات والقصات اللي هتكون معانا السنة دي. اللي بيميز السنة دي أنه يعني كل الأذواق هتبقى راضية بصراحة، لأنه هيكون معانا القصير والطويل والملموم والكعكة وكل حاجة. أول حاجة معانا الكاريه. الكاريه السنة دي هيكون متميز انه مش هيكون متهندم وسشوار ويكون متزبط، لا هيكون عفوي وهيكون فيه خصلات طويلة وأقصر، يعني فرق بسيط 2 سنتي 1 سنتي. الكاريه حلو قوي بيدي لوك أصغر في السن وبيليق كتير قوي على وشوش البنات. نيجي لتسريحة البيكسي، طبعا هي تسريحة جديدة ومن السنة اللي فاتت ومكملة معانا كمان السنة دي. هي تسريحة جريئة بصراحة، يعني مش أي واحدة تقدر تقص شعرها للطول دوان، أنا عن نفسي بقدرش أقص القصة دي. هي بتدي حيوية وشباب كمان. نيجي للسكارف وإكسسوارات الشعر. السكارفات هتكون معانا بألوان متعددة، برضو بتدي لوك صيفي وحيوي جميل، وبتقدر تلعبي فيها تحطيها زي البندانة أو ممكن كمان تربطيها مع البن.
بمناسبة البان كمان هيكون معانا، بس هنشوف الشعر الطويل. الشعر الطويل هيكون في القصة أو الغرة، هيكون مع الشعر الطويل زي الستايل الفرنسي، وجيجي حديد كانت عاملة القصة دي وانتشرت بطريقة سريعة جدا. البان أو الكعكة كلنا بنحب نلم شعرنا ونجري على المشوار بتاعنا زي ما ميغان ماركل دايما بتعملها التسريحة دي، وبيكون شوي يعني في خصل نازلة، هو حلو إذا رفعتيه لفوق أو حتى نزلتيه، وأحلى حاجة زي ما أنا قلت إنه عملي وبتقدري ويلبق على أي ستايل لبس أنت ممكن تلبسيه. البونيتيل أو ديل الحصان، مين فينا ما بيحبش يعمل البونيتيل؟ اولا هو اول حاجه بيليق على اي ستايل، سهره مثلا، على الكاجوال، على الفورمال، على اي طقم او اخرجه انت رايحاها البونيتيل يعني بيديكي لوك جميل قوي، بيديكي لوك كيوت وحلو. عشان بقى شعرنا يكون حلو وبيلمع وناعم وصحي، فانا جايبه لكم شويه نصايح لشعر صحي. زيت جوز الهند والخروع لازم يكون معانا في البيت ونضيفه، ويكون احد مكونات الماسكات اللي بنعملها للشعر. نيجي بقى للشاي اللي احنا بنشربه، شاي الاسود او الشاي الاحمر، نشطف فيه شعرنا بعد ما نغسله بالشامبو، هو مفيد جدا، بيعزز نمو الشعر وفي نفس الوقت بيديه لمعه حلوه قوي. خلي التفاح، خلي التفاح ريحته شويه قويه، وفي بنات كتير بيخافوا يستعملوه، بس بقول لكم اول ما بينشف الشعر الريحه بتروح على طول، بس فوائده فظيعه. اول حاجه ان هو بيقضي على قشره الشعر، تاني حاجه ان هو بيعزز نمو البصيلات الشعر وبيخلي لمعه حلوه قوي للشعر. بالنسبه بقى للمواصفات اللي انا قلتها لازم تكون موجوده عندنا في البيت. جينا بقى الماسك لشعر صحي، الماسك سهل جدا، هنجيب موزة ونهرسها كويس قوي، وهنضيف معاها معلقة عسل ونعصر معاها شوية ليمون ونخلطهم كويس، وبعدين نفردهم أو نوزعهم على شعرنا ونسيبهم لمدة نص ساعة، وبعدين نغسل شعرنا كويس قوي. هيدي نعومة جميلة جدا للشعر، في نفس الوقت فوائد الموز رهيبة لأنه مليء بالمعادن اللي بيحتاجها فروة الراس، فهيقلل من تساقط الشعر وهيغذيه في نفس الوقت وهيديه كده حيوية. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا النهاردة من الوصفات عناية الشعر، واستنوني إن شاء الله الحلقة الجاية بفقرات متنوعة وجميلة. وإحنا وصلنا لنهاية فقرتنا، وبحب أقول آية وريتا بشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة إن شاء الله. شكرا لك يا إيناس، شكرا على هاي الفقرة وعلى هاي المعلومات الحلوة اللي انطيتينا إياها. سمعتيها يا آية؟ سمعتها، يعني راح أطبقها. أكيد أكيد أنت لازم تطبقيها على الشعر. بس أنا حبيت قصة الشعر البويكات لألك، بظن أنه يطعلكم براسي. مشاهدين شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، أكيد أكيد راح نلقاكم إحنا جميعا ثلاثتنا أوكي بالحلقة القادمة، فانتظرونا. باي باي باي.